بيتي قرب الضيعة، اسمي محمد نور. العصر طلعنا بدنا نروح على الرمادية ونفخينا الطريق. 36 نفر بالسيارة، احنا بين اولاد ونسوان واطفال. يروح اولادي شهداء اثنين وبنت صغيرة معهم، لاقية شقفتين البنت، مو حرام؟ ولك يا ويل من الله، ما يعرف هالشيء حرام؟ لا بين طريق، لا بمحل هيك وعار، لا شيء، عزفت عزفت عزفت. ولك يا ويل من الله، الله لا يسامحهم، لا في هالدنيا ولا في هذيك الدنيا.